دلوقتي هننتقل للجلسة التالية، والجلسة التالية is industry symposium company symposium، وهنبدأ بالرئيس، هنبدأ بالأستاذ الدكتور مصباح، وهيكلمنا الـ MSD symposium على diabetes and رمضان sitagliptin evidence. دكتور مصباح. شكرا جزيلا دكتور فريد. الحقيقة بحييكم جدا، يعني انه كنتوا يعني ما زلتم صامدين، بس ده برضو المادة العلمية اعتقد، والمتحدثين كفونا مؤونة ان احنا نستجلب الناس، الناس موجودة وده شيء جميل. بشكر شركة MSD على دعوتي لهذا المحاضرة. الحقيقة احنا تعودنا دايما ان احنا السمبوزيا بتاعتنا تبقى لها مغزى ولها رسالة، اضافة الى انها بتبقى بروموشن، بس احنا ما بنتجهش لهذا الاتجاه. الجلسة اللي فاتت كانت كلها على الفاستنج، ويمكن الدكتور سيد اتكلم والدكتور كريم اتكلم، وكان في كلام كتير على الفاستنج والسيف فاستنج. فعشان كده انا لما همر دلوقتي همر على علامات معينة، مش هذكر كل الكلام اللي قيل، لانه احد الامور ان احنا نبقى عارفين الماجنتود وذا بروبلم بتاعت الناس انها بتحب تصوم، سواء لاسباب تتعلق برغبتهم او لاسباب تتعلق بتمسكهم بالعقيده، او ساعات لان المجتمع بيرفض وبيبص نظره ثانيه للي بيفطر، فدي كلها برضو اسباب. انما في النهايه في المحصله عندنا الزو ان في ريسكس، انما الناس بتصوم، وده حتى لوكالي احنا لقيناه في الدراسات بتاعتنا اللي عملناها، انه ما يقرب من يعني 99% من الناس بيحبوا يصوموا whatever the risk. تو فاست اور نوت تو فاست سؤال سهل جدا، اصوم ولا ما اصومش؟ انما الاجابه بتبقى difficult answer. ليه difficult answer؟ لانها بتعتمد على الشخص نفسه، بتعتمد على الريليجيوس ايشو، بتعتمد على الميديكال ايشوز. الشخص نفسه هنلاقي انه ده قراره، وهل الشخص ده يجيد التعامل مع السكر ولا لا؟ هل ليه اكسبيرنس قبل كده في الصيام، صام الشهر اللي فات ولا لا، السنه اللي فاتت ولا لا، وايه الريليجيوس باك جراوند بتاعته؟ احيانا الناس تقول لك انا عندي رخصه، يعني متلكك، هو ماشي حتى على لايف ستايل بس، ولا على نوع من الاورا البسيط جدا، يقول لك يا اخي مريض، انا عندي سكر يبقى مريض ولا مش مريض؟ مريض. طب ربنا بيقول ايه؟ من كان مريضا او على سفر. فالريليجيوس ايشو مهم. واحد تاني على العكس جدا، تقول له الصيام خطر عليك جدا، ويقول لك اموت وانا صايم، انا عمري من ساعه ما وعيت على الدنيا انا ما بفطرش. فالريليجيوس ايشو والريليجيوس باك جراوند مهمه جدا، عشان كده هذه الريليجيوس ايشو بتاثر في الشخص، بس جزء منها بيبقى نابع من ناس مش اطباء، اللي هم الناس اللي شغالين في الاعلام، ائمه المساجد اللي بيسالهم الراجل اصوم ولا ما اصومش. من شويه كريم بيوريني فتوى ان حد قال ان بتاع الدياليسيس ده الهيموداليسيس يصوم، وفتوى موجوده وهكذا. فالسكولر شيب دول مهمين جدا، ودورهم مهم جدا، لانهم هم بيصدروا الكلام بناء على حضرتك اللي بتقوله، وده ايشو لازم يدرس كويس جدا. لا يكفي ان انا اقول للمفتي او اقول للامام انه يعني الدواء الفلاني ده يعني ما بيعملش هايبوجلاسيما غير في 5%، فده سيف لو العيان هياخده. طب انت مخول بان ال 5% دول ايه؟ يحصل لهم حاجه ولا ايه؟ هو ده الامر، لازم يجلى كده، ولازم تبقى الامور موجوده. الكوميونتي سبورت مهم جدا، ان المجتمع لا ينظر الى اللي بيفطر على انه ارتكب جريمه الا اذا ما كانش عنده عذر. واحيانا كتيره جدا يا اخوانا الاعذار ما بتبقاش باينه، فارجوكم ما تاخدوش الناس بالظواهر ابدا، انما لازم نفتش اذا كان في شيء ولا لا. الميديكال ايشوز مهمه جدا، تقييمك للمريض، و
انت مش بتشتغل في الفراغ، انت بتشتغل في هيلث سيستم. هل هذا الهيلث سيستم بيوفر اطباء عندهم نوليدج كويسه انهم يتعاملوا مع الايشو بتاع الصيام ولا لا؟ كتير جدا من الناس بتمارس الطب وما بتبصش للايشوز دي، بس هو ما يقدرش يقول للعيان اللي جاي يكشف عنده انا ما اعرفش، يقول اصوم ولا ما اصومش. هو واحد منهم يقول صوم يا عم مش هيحصل حاجه، هو يعني الشهر ده يعني هيحصل ايه؟ واذا حصل لك حاجه هتاخد حسنات. واحد تاني يقول له اوعى تقرب على الصيام، ولا ده عنده نولج ولا ده عنده نولج. يبقى الافيلابيلتي بتاعت الترند دكتور، عشان كده احنا بنتكلم كتير، بنتكلم كتير في الايشو ده لانه ده مهم. بنتكلم هل احنا في الهيلث سيستم هل عندنا عيادات متخصصه في هذه الايشوز ولا لا؟ هل في مستشفانا لما بنستقبل ناس احنا اصلا في الكرونيك موديل ديزيز ما عندناش هذا الكونسيرن للكارديو مورينا الميتابوليك سندروم؟ فالناس اللي هم الكرونيك دول هم حظهم شافهم نايب بطنه، شايفهم واحد لسه جاي في التكليف وزعلان جدا انه ودوه الحته دي، ما فيش لا ده موجود ولا ده موجود، اي حد ماشي. فاذا مهم جدا الهيلث سيستم، مهم جدا التايب اوف دايابيتس، وهل هو ده فعلا دايابيتس من النوع الاول الصعب جدا او حتى من النوع الثاني اللي ماشي على انتنسيفيكيشن ثيرابي في الانسولين ولا لا؟ الجلاسيميك بروفايل، انت تقدر تعرف الجلاسيميك بروفايل ليله الصيام؟ ده غلط، ده مش صح. وحتى لما بتدور احنا بنكتفي احيانا كثيره جدا بان العيان يجيب لنا الصيام والفاطر. ايه الصيام والفاطر ده؟ ها؟ او يخش كانه راكب حصان معاه هيموجلوبين 1 سي. انت عرفت الجلاسيميك بروفايل بتاعه؟ عرفت اللي قبل الوجبات؟ عرفت اللي بعد الوجبات؟ عرفت الهيموجلوبين 1 سي ده والفاريابيليتي اللي موجوده فيه؟ فده مهم جدا الجلاسيميك بروفايل. الكوموربيديتيز واكيد اتكلموا عليها الزملاء، اذا كان عنده مشاكل بالنسبه للكيدني او كارديوفاسكولار. الافيلابل ميديكيشنز، في ميديكيشنز دلوقتي بتبقى ريلاتيفلي سيف، ما نقولش انها ما فيش حاجه كومبليتلي سيف عشان نبقى فاهمين. اي حاجه هتلعب في السكر غير الحاجه الطبيعيه لازم هتعمل لنا، بس في فرق. طب هل الريلاتيفلي سيف دي افيلابل ولا لا؟ علشان ما يضربش راسه في الحيط يقدر يجيبها ليه انشورنس ليه كفرج علشان اقدر اديها له ولا لا؟ فده مهم جدا. طبعا النقطه اللي كان بيتكلم عليها كريم هي الساعات، عدد الساعات، ان عندنا عدد الساعات مختلفه جدا والكلايمت مختلف، ساعات مناطق حاره جدا، وهيبقى بعض الادويه وبعض النصايح لازم تبقى موديفايد، وساعات حاجات تانية لا مش هيحصل فيها مشكله. فعندنا من 10 لغايه 18 ساعه في مناطق مختلفه، فده مهم جدا ان احنا نعمل على اساسه. طبعا مشكله رمضان ومشكله الفاستنج بتبقى ان الرزم نفسه بيختلف جدا، السيركاديان رزم بيختلف اختلاف كبير جدا، سواء مواعيد الوجبات او مواعيد النوم او مواعيد الاكسرسايز او مواعيد العلاج. وبالتالي انت قدام تحدي يخليك لازم تفكر انك انت تغطي الايشوز ده بتول تكون سيف في هذه الايشوز في ال 24 ساعة. طبعا ناهيك عن لخبطة الأكل، سواء من الكوانتيتي أو الكواليتي أو التايمينج، حتى التايمينج بيفرق. وأنت بتدي علاج تبقى عارف البيك بتاعته هتوصل إمتى، إذا كان ليه بيك، وهل لما توصل هيكون العيان ده مسموح له إنه ياكل ولا لا؟ علشان كده ده مهم جدا الايشوز دي إنها تبقى أدريست. طبعا الريسكس كلها الناس اتكلمت عليها، إنما اللي انا عايز اقف عنده اللي هو الاستراتيفيكيشن، كل الناس اتكلمت على دي، انما انا اللي عايز اقف عنده هو الاستراتيفيكيشن ريسك. طبعا محدش ذكر ان 2014 كان عندنا اول ذا ريسك استراتيفيكيشن علامات مرور، بنقول فيري هاي وهاي ولو ومودريت، وده اللي كان ماشي. لما جم الاخوة اشتغلوا تاني طلعوا لنا اللي هو الريسك سكور. طيب الريسك سكور ده يعني ده القديم، ده القديم اللي كنا بنشتغل عليه، واللي كان يعني اعتقد انه مور
سيوتابل انك تشتغل عليه عن الريسك سكور ده بتاع الجدول. طبعا الناس بتفرح بالاعداد، انما مين يوافق على ان البيشنت مجرد اعداد؟ مين يوافق على ان لما اقول ان ده 6 يبقى ده رايح لسكة اللي يروح ما يرجعش، ولما اقول ان ده 3 يبقى ده زي الفل ولازم يصوم؟ ما حدش يقدر يقول كده، لانه احنا عندنا معطيات كتيرة في الاندفيدواليزيشن بتاع البيشن والكاتيجوريزيشن تملي علينا ان احنا ما نتعجلش. مفيش معنى واحد يقول ان البيشنت لما يبقى عنده تايب 2 دايابيتس لمده 10 سنين ياخد 1، واللي عنده 9.5 ياخد 0. واحسب الارقام على كده. ايه؟ هل هذا صحيح؟ لا طبعا، ده ما هواش لودي. انا ممكن استعين بالامور بس لازم يبقى عندي اندفيدواليزيشن، وما اقدرش اقول ان الناس اللي هم اللو ريسك دول ان هم اوبليجاتور ان هم يصوموا، لانه حتى لو هو لو ريسك وفطر انا ما اقدرش اقول له حاجه لانه عنده رخصه. فلا بد ان انا لا ابقى مور ان انا اقرب على ال يا ابني ما بيشتغلش، ان انا اقرب على الانديفيدواليزيشن، لان من غير الانديفيدواليزيشن دي مش هعرف اعمل ريسك ستراتيفيكيشن. وانا طبعا اختصارا للوقت كان ممكن اوريكم بالحالات انك واحد تحسب له انه يبقى ما يصومش وهو اساسا ما عندوش مشكله ابدا، غير ان السكر عنده دول 10 سنين بس، الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه كويس، ما عندوش مشاكل في الكلى، وعنده مونيتورنج بيعمله. تيجي تعد ان هو عشان واخد 1 في 10 سنين وعشان شويه حاجات تانية إلدرلي ولا مش إلدرلي، تعد له تطلعه ان هو مور ريسكي عن 1 ممكن يكون الاستيميتد جلوميرال فلتريشن ريت بتاعه اقل. وبالتالي النقطه الثانيه الاستراكشر ديدوكيشن، انا اعتقد ان هم اتكلموا فيها، بس مهم جدا في الاديوكيشن ان انا ابص للكوميونتي وابص للناس اللي بتتعامل مع المريض اللي حواليه، ابص للاعلام وابص للائمه، ده مهم جدا. طبعا الـ 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 الفكره كلها الثالثه ان انا بعد ما عملت ريسك ستراتيفيكيشن وعملت اديوكيشن ان انا اعمل ميديكال ادجستمنت، ان انا اشوف العام بياخد ايه. ما تقدرش تعمل ده في ليله رمضان، كلنا بنستقبل عيانين طول السنه والعيان ده كرونيك. ارجوك قبل مع بدايه شهر رجب ابتدي قيم مريضك وابتدي حطه على التريتمنت اللي انت عايز، وتعالى في شعبان وخليه يصوم صيام تجريبي. ناس كتيره بتحب تصوم 2 وخميس وشوف الامور هتحصل ازاي. فالادجستمنت انا مش هتكلم برضو لانه كله اتكلم فيها، انما انا هتكلم على التول اللي احنا المفروض موجودين فيه دلوقتي، هو السيتا جليبتين، لانه احنا في سمبوزيوم بتاع ام اس دي. هل الدي بي 4 انهبيتورز ويمثلها السيتا جليبتين تول كويس توصلنا للجول اللي احنا عايزينه ولا لا؟ خلينا نشوف كده مع بعض. الشريحه دي قبل ما نسيبها هي بوست رمضان اسيسمنت، وده الناس كلها بتهمله. انا عايز مريض يجيني بعد رمضان، الدنيا مش بايظه، انما في الغالب اللي بيجي لحضرتك بعد رمضان وقضى العيد وعمل احتفاليه كبيره جدا في العيد وكل زي ما هو عايز، ها في الغالب ده، وما رجعش كمان للتريتمنت بتاعه اللي قبل رمضان، استمر على التريتمنت اللي انت حاططها له او هو حاططها لنفسه في رمضان، في الغالب يجي لك ان كنترولد، ودي المشكله. فبوست رمضان اسيسمنت مهم جدا، لانه لازم المريض يعرف وانت بتعمل له ادوكيشن ان السكر ما بياخدش اجازه، وان رمضان زي غير رمضان، بالعكس انت بتحاول اكسابه العادات المهمه جدا زي المونيتورنج، بحيث انها تصبح عاده لازمه ليه، يعرف ان هو لازم يقيس السكر بتاعه بانتظام ويعرف التارجتس ايه. فمهم جدا البوست رمضان اسيسمنت. لو انا عندي دواء عايزه يبقى كويس لازم يبقى يمثل له الحاجات دي، لازم يبقى افكتيف. انا ما اقدرش ادي الناس اي حاجه واقول ما هو لو ارتفع سكر في رمضان مش مشكله، ده شهر، ابدا غير مسموح بهذا الكلام. بس لما يبقى افكتيف يبقى افيشنت. طب هو في فرق بين الافكتيف والافيشنت؟ في افكتيف يعني فعال هديه هينزل السكر، افيشنت يعمل ده بكفاءه اوبتيمال بحيث انه مش
وصاد ما ينزل السكر يعمل لي مشاكل تانية زي الهايبوغليسيميا. اديكم مثال، الجلايبنكلامايد فعال ولا مش فعال؟ فعال. لو انا اعطيته للمريض لازم سكره ينزل. طيب هل هو افيشنت؟ هو فعال وليس افيشنت. يبقى لابد ان احنا نبقى الانسولين مع سلفونيلوريا فعال ولا مش فعال؟ فعال، بس هل هو افيشنت؟ يبقى الافيشنت ده لفظ مهم جدا، لازم يبقى ديورابل زي ما قلنا، لانه ساعات الصيام بتزيد، ساعات انا عايز اكفر البيريود اللي هي اصلا ممكن ادي فيها التريتمنت بتاعي مره او مرتين فطار وسحور، مش مسموح لي اكتر من كده، فلازم يبقى ديورابل. عشان كده ما اقدرش اجي للشورت اكتنج سكريتابوج مثلا واقول اه ده كويس، ما انا هاخدها واحده مع الفطار واحده مع السحور. ما هياش ديورابل، ما هياش ديورابل. ما اقدرش اجي عايز اعالج عيان ببراند الانسولين بس من غير ما يكون عندي سورس اوف بيزل، ما هماش ديورابل. يبقى نفس الكلام، لابد ان انا الحاجات اللي بنخاف منها كلنا اللي هي الهايبوجلايسيميا والاسود جين، ولازم يبقى سيمبل في اليوز بتاعه، ما يبقاش الريجيمين كومبليكس. طبعا ده مش شغال وانا عمال اقول مش شغال، خلاص. طيب الدراسه دي كانت بتقارن السلفونيلوريا مع السيتاجليبتين في رمضان. طبعا لا احد ابدا وانا اول واحد فيهم يتكلم في حق السلفونيلوريا نيو جينيريشنز، هتظل موجوده ومجتمعاتنا تحتاجها ومريضنا يحتاجه، ولكن لابد ان يبقى فيه سيريبريشن وفيه مايندينج. ودايما نقول ادويه السكر لا تتصارع ولكن تتكامل، تشتغل مع بعض ولا تطرد بعض. سلفونيلوريا كلنا متفقين على انها افكتيف، لما حطينا معاها سيتاجليبتين في الراندومايزد كنترول ترايلز دي هنلاقي. نعم حاضر تنزل. حاضر حاضر، انا هجيب بس اللي قبلها بس اللي انت ضيعتها دي. هنلاقي انه سيتاجليبتين كان كفء زيه زي سلفونيلوريا في ضبط السكر، ولكن بقليل جدا مينيمال ويت جين وهايبوغليسيميك ابيسودز. الليجاسي افكت يعني بصمه حطها الدواء نتيجه مرور السنين على استعمال. 17 سنه بيستعمل سيتاجليبتين اكتسب فيها هذه البصمه اللي هي خليته يبقى افكتيف وافيشنت في نفس الوقت. افيشنت جلايسيميك كنترول بيعتمد على كل العوامل دي، انه يبقى ستيبل ونبقى ايرلي انف. ارجوك لا تؤخر ابدا تدخلك الحكيم لضبط مريض السكر. لما بتتاخر الانيرشيا دي بتنتج عنها عواقب وخيمه للمريض، واحنا دلوقتي مش في صدد ان احنا نتكلم على الانيرشيا، ولازم يبقى الكنترول بتاعك تايت. يعني مش ايه، مش يقرب رجل واعمل ايه. احيانا تلاقي انه مريض محتاج انسولين والطبيب روح كاتب له 5 وحدات ميكستارد وخلص الموضوع عليك. يا عم انت بتعمل ايه؟ انت اوهمته انه بياخد انسولين وهو ما بياخدش انسولين. قضيت على الموتيفيشن بتاعه، بل بالعكس ممكن تكون شجعته ان انا ما دام انا باخد كده فان انا اكل زي ما انا عايز. ده طبعا ما ينفعش ابدا، لازم تحط الحاجات مكانها. لابد ان انا يبقى عندي سيفتي من ناحيه الكاردياك، ولكن في حاجه تانية مهمه جدا هنا لازم ابص لها، البينيفيت كوست ريشيو. هل الثمن اللي انا بدفعه ده بيساوي تحقيق الهدف المرجو منه علشان اكلف المريض بتاعي ولا لا؟ فكل العوامل دي بتؤدي الى افكتيف افيشنت جلايسيميك كنترول، كلها موجوده بالايفيدنس بيزد ميديسين في سيتاجليبتين. قد تكون موجوده في ادويه ثانيه، احنا لا نتكلم، بس لان احنا في الزيم ده بنتكلم على هذا التول. فكل الدراسات اللي حضراتكم شايفينهم دي
كلها بتؤكد ان هذا التول كان ريتش زغول، خاصة في الكومبينيشن سيرابي اللي كان بيتكلم عليه الزملاء من شوية، ان انا احط الميتفورمين مع سيتاجليبتين واشوفه، وبالتالي هذه الافكاسي والافيشنسي ثبتت بما لا يدع مجال الشك بالإفيدنس بيزد ميديسين. يعني ما هياش اكسبيرت اوبينيون، يعني ايه؟ دايما العلم او العلاج دون اساس علمي فهلوه، محدش يقول انا عطيتها ونفعت. في نفس الوقت سوء استخدام العلاج بنسميه في الصعيد عندنا الدكتور محمد غشيم، صح؟ مش كده؟ غش ان انا اوقع العيان بتاعي، اول ما الجايد لاينز بتقول كده. individualization is the rule، لابد individualize your patient، individualize your treatment علشان تقدر توصل للجول بتاعك. الفارماكوكينيتكس مهمه جدا في الدواء، طول ما الدواء بتاعي الابسوربشن بتاعه كويس والديستريبيوشن والميتابوليزم والإليمينيشن سيف، انا اعتقد ان انا ظهري محمي، ان انا لو اديته العيان مش هعمل مشكله بالنسبه للباقي حتى لو كان ده سو افكتيف. فبنبص نلاقي انه الدراج دراج انتر اكشن مينيمال في السيتاجليبتين، وان الإليمينيشن بتاعه عن طريق الرينال ما عندوش مشكله حتى في العيانين اللي هم ماشيين في اول وتاني، انما بعد كده لا، هقف لما اجي احط خطوه في رينال امبيرمنت. ده مش ليه هو بس، ده للكل، لازم اعمل كات للدوز وتعات ان استغنى عن الدوز دي خالص. دي الفارماكو كاينيتكس بتاعه كل المتاح لينا من الدي بي بي فور انهبيتورز، وهتشوفوا ان الامور مور ليس هتبقى متشابهه فيما عدا ان انا احتاج مونيتورنج ولا ما احتاجش مونيتورنج. احنا ما دام نتكلم في الصيام، سيبكم من السلايد دي، احنا محتاجين مونيتورنج. ما فيش صيام من غير قياس السكر ايا كان الدواء اللي انت بتديه، حتى لو كان على لايف ستايل لازم تعرف، لازم تعرف في هايبر وفي هايبو الامور بتاعته ماشيه ازاي. انما في حاجات بتساعدك على ان المونيتورنج ده يبقى قليل شويه. قال الدكتور سيد من شويه 7 بوينتس، مين اللي هيعمل 7 بوينتس؟ احنا انا ما بقولش الناس يعملوا 7 بوينتس، انا بقول للناس تعملوا الساعه 12 الظهر يمثل الصايم بتاعك، تعمل الساعه 4 عشان تعرف خط السير، تعمل الساعه 9، واحيانا بقى بتعمل لما يحصل هايبوغليسيميا علشان خاطر يبقى في اويرنس موجود، علشان خاطر تتصرف، لانه لازم تبريك ذا فاست لما يحصل هايبوغليسيميا او هايبر جليسيميا، ولازم تفهمه ده ليه وده ليه. الا الحقيقه دايما اللي ساعات بيعمل لنا مشكله في الدراجز انه ما بيبقاش توليربل او يبقى عليه كونسيرن من الكارديو فاسكولار. انا اعتقد انه 17 سنه بتاعت سيتاجليبتين وان التيكوس استدي ما اديتناش البنفيت بتاعت الامبريك، عشان خاطر احنا بنتكلم علمي مش بنتكلم كده وبس، انما على اساس انها كانت سيف، وبالتالي لما يبقى تول ايزي وسيف يبقى كويس. لو هو عمل بقى امبروفمنت يبقى على راسي من فوق، بس بشرط ان العيان يبقى ملائم لهذه التول دي. السيفتي والتولرابيلتي، وزي ما احنا شايفين انه مفيش اي فرق ما بين الناس اللي خدوا والناس اللي ما خدوش من ناحيه السيفت بروفايل، وان في ليس ريسك اوف هايبوغليسيميا، والتيكوس كانت بتقول كده ماي تيك هوم مسج. جلايسيميك رول جولز اند ثيرابيز يوز تو اتشيف ذيم ماست بي individualization. مفيش عيان زي التاني، مفيش حاجة اسمها هو ده اللي عندنا في المستشفى فلازم هو العيان يصرفه، مفيش حاجة اسمها هو ده اللي عندنا في التأمين فلازم العيان ياخده. أرجوكم اعملوا individualization، risk stratification، وحطوا للعيان على ما يلائمه قدر الإمكان، وراعوا السبيشال سيتويشنز بتاعة العيان. الفاستنج، البريجننت ما تصومش، تصوم ليه البريجننت وهي عندها رخصة؟
لازم، حتى لو كانت ما عندهاش حاجة. لا، رمضان والحج والإمبيشنت كلهم دول ديزيرف سبيشال مانجمنت. وإن الفكرة كلها افكتيف كنترول عشان ما اعملش هايبر جليسيميا. معظم الناس من خوفها من الهايبوجليسيميا بتقلل الادويه فبيحصل هايبر جليسيميا. لا هذا مسموح به ولا هذا مسموح به، انما لابد ان انا ابص للتول اللي انا بستخدمه ويكون ليه هذه الادفانتج. لو ريسك اوف هايبوجليسيميا نوت اسوشيتد ويز ويت جين تيكن اندبندنتلي اوف ميلز تيكن اورالي، ده مهم جدا. الناس مش عايزه حقن اصلا، مش عايزه انجكشنز الا لما تقنعهم وتعمل لهم ادوكيشن. وللاسف احنا لا بنقعد مع الناس ولا بنعمل ادوكيشن بالقدر الكافي. دونت ريكوير دوز تايتريشن ان رمضان، ما انش عايز اقول اعدل الدوز بتاعته وانه منتين جود جلايسيميك كنترول. عشان كده السيتاجليبتين از ان افيشنت اند افكتيف تول فور كنترولينج دايابيتس ان رمضان خاصه.